طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود لكم. قضية المنافذ الحدودية، مكتب القائد العام ومكتب رئيس الوزراء داخلين بقوة بالمنافذ. وشوف المنافذ، أنا اليوم رحت زرت المخدرات، لو شوف المخدرات يعني واحد يدق على راسه. هاي المخدرات 16 مليون حبة تكفي لتخدير الشعب العراقي بأكمل. هاي المخدرات البلد راح ينتهي من انتشار المخدرات، وخصوصا استهداف المناطق ذات الأغلبية الشيعية، مثل ما جابوا داعش للمناطق السنية جابوا المخدرات للمناطق الشيعية، طلاب الإعدادية، طلاب الجامعات، المناطق الفقيرة، مدينة الصدر وغيرها، ويطوها ببلاش. سمعنا قلق المساجات كذي طبعا، وهم تغطى عليها بعض الجهات وتحكي باسم هذا الجهة وباسم هذا الفصيل، وروح هاي بالكراتة ستة قريب، وروح افتر وشوف شنو لحاية ومحابس وسبع واقفين بباب المساجات، والمساجات بيها مخدرات وبيها موبقات، وتدري دعم وفلوس جهات متنفذة. ثق وشنو بس على أعرف على مستوى قيادات كبيرة بالبلد، عسكرية لو سياسية؟ لا سياسية. من أقول لك فلان شخص فلان مسؤول دا يجيب بسياراته سيارات مضللة ويجيب من الحدود ويعبر بكميات عالية يعني ويوزع. بكم جديد أعزائي المشاهدين، اليوم نريد أن نتحدث حول موضوع فساد المنافذ الحدودية في العراق، إن كانت منافذ دولية تربط العراق بدول الجوار أو المنافذ الداخلية التي استحدثت بعد الاحتلال لجمع الأتاوات من التجار والفلاحين من قبل سيطرات حكومية وميليشياوية تابعة للأحزاب الحاكمة في العراق. وكذلك نتحدث عن قضية الضابط علي الشياع الذي أعيد اعتقال اليوم مرة أخرى بعد تصريحات تلفزيونية له يوم أمس تحدث فيه عن ظروف اعتقاله السابقة. طبعا للعراق 22 منفذ بري وبحري مع جيران الستة المحيطين به، إلا أن المنافذ العامة حاليا هي 7 فقط لأسباب كما تعزوها الحكومة أغلبيتها أمنية وعدم وجود اتفاقيات سياسية حولها، عدا المنافذ الجوية المتمثلة في المطارات والمنافذ البرية التي تربط العراق مع كل من إيران وتركيا والكويت والأردن، إضافة إلى منافذ بحرية على مياه الخليج العربي في البصرة جنوبي البلد، طبعا تدخل منها نحو 90% من احتياجات العراق اليومية. في تصريح سابق لمسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى صحيفة العربية الجديد، كشف بأن الفساد على الحدود يعرض العراق سنويا لخسارة نحو 6 مليارات دولار، 6 مليارات دولار بسبب الفساد على المنافذ الحدودية. وشرح المسؤول الذي رفض ذكر اسمه بعض الطرق المعتمدة في تمرير البضائع بالاعتماد على أساليب وصفها بغير القانونية، قائلا بضائع كثيرة خاضعة للضريبة العالية يتم تمريرها على اعتبارها مواد غذائية أو سلعا معفاة من الضريبة أو بأرقام غير حقيقية، في حين نجد بأن الإيرادات التي يحصل عليها ممثلو الأحزاب في منفذ حدودي توزع عليهم ثم تعود الأموال إلى الهيئات الاقتصادية للأحزاب ذاتها. تصريح جديد للنائب محمود ملا طلال في مقابلة تلفزيونية أكد فيه عبور لحوم مسرطنة قادمة من إيران عبر منفذ مندلي، حيث تم معاقبة المنتسب الذي حاول منع دخول هذه البضاعة، وقام مدير المنفذ بالطلب من التجار وسواق الشاحنات بإقامة حق عشائري، طلابة عشائرية كما نسميها في العراق. خلونا نشوف تصريح النائب محمود الملا طلال حول هذا الموضوع ونرجع لكم. في احد المنافذ، وهسه راح يعرفه من احكي، احد منتسبي الحدود منع سياره لان كانت شايله لحوم مسرطنه. يا منفذ هذا من وقفها؟ هسه ما اريد اقول لك لان هو راح يعرف اسئله. راح يقول لك وين اريد الاسم مال الضابط. لا راح اقول لك اسم. اسمح لي انه بهذا الموضوع من منحها راسا، نزلوا السواق تعاركوا ويا
الولد وضربوه وأذوه، ورأسا اتصالهم وين؟ مدير المنفذ. مدير المنفذ قال ألقوا القبض عليه وجيبوه، وشكل عليه لجنة تحقيقية وعاقبه ونقله. هذا الضابط، وحتى قال لا مو ضابط منتسب، وحتى قال للسواق قال لهم روحوا قاوموا، وراح فصل 5 مليون دينار لهذا فوقها داخل المنفذ الحدودي. داخل المنفذ الحدودي هذه حادثة أنا مسؤول عنها يعني، واللحوم طبت المسرطنة. هسه أنا طبت أو ما طبت ما أقدر أجزم لك بصراحة. ما أقدر أجزم هو رب العاقب المنتسب وقال خلي قاوموا عشارين ما يطبوا. هذه حادثة موجودة، خلنا أقول لك يا هوين، في منفذ مندلي. منفذ مندلي، منفذ مندلي هذه الحادثة موجودة والمنتسب موجود، وخلي ينكرها السيد رئيس الهيئة. اللحوم طبت؟ اي انا طبت. طبت اللحوم. نعم طبت. يعني بالعافية العالم اكلوها. جاي اقول لك انا اقول لك طبت. يعني اللحوم المسرطنة دخلت من ايران الى العراق، والمنتسب اللي حاول يوقف هذه البضاعة تم معاقبته وفصله عشائريا، كذلك خسر 5 مليون دينار. نفس الحادثة اللي وقعت للضابط على الشياع في البصرة كنا نتذكرها، اللي ألقى القبض على معمم إيراني بتهمة تهريب مادة الزئبق، والضابط علي الشياع في وقتها نفذ حكم قضائي. قبل مدة تم اعتقال الضابط، تم ضربه وإهانته لأن الجماعة زعلوا عليه شلون يلقي القبض على معمم إيراني. يوم أمس خرج الضابط علي الشياع على إحدى القنوات العراقية وتحدث بالتفصيل ما الذي حدث معه من إهانة وضرب، ومطالبته قبل يوم من اعتقاله بتقديم اعتذار للقنصل الإيراني في البصرة لأنه زعلان عليه، ولأنه رفض تقديم الاعتذار لأنه نفذ أمر قضائي. ثاني يوم تم إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، هاي كلها في كفة، واليوم اللي صار بكفة أخرى عندما تم استدعاء للضابط علي الشياع لأنه صدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض ثانية، لأنه طلع على إحدى القنوات وتحدث عن ظروف وملابسات اعتقاله الأولى. الضابط علي الشياع اليوم صور نفسه وتحدث بالتفصيل عن اعتقال الثاني قبل ذهاب إلى مركز الشرطة. خلونا نتابع رسالة الضابط علي الشياع ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعاً هسه إجا أمر أنا لازم أروح للتوقيف وأروح للسجن، هم أرجع للسجن. أنا ما عندي مشكلة بالسجن وتنفيذ أوامر عسكرية نفذها، بس أنا ما قلت شيء ترى البارحة، ما قلت شيء، بس أنا حقائق حكيتها والحقائق موثقة، وأكو بيني وبينهم اتصالات، وموجودة شركة الاتصالات الآسية هي اللي تثبت حتى اتصالي ويا حسن الساعدي. أما ترجع للظلم يعني ما أدري، أنتم لو ما عندكم بس على الشياع بهذا العراق، العراق كله يمشي عدل وعلى الشياع يمشي أعوج، وتريد تصفونه وخلص، تريد تهددت بالقتل ما حد طلع واستنكر وحكى، انضربت بالتحقيق ما حد حكى، انهنت ما حد حكى، انذلت عيالي ما حد حكى، هسه لي انجرحت مشاعر فلان وفلان والله حكى عن نائب الفلان كلهم، نعم زاروا واجوا وجابوا دجاج وكلهم، وبعدني باقي انا على نفس اقوالي وعلى نفس كلامي وما اتراجع من عده. انا انظلمت يا رئيس الوزراء يا عادل عبد المهدي، انا انظلمت يا رئيس البرلمان، انا انظلمت يا وكيل وزير الداخليه، انا انظلمت يا سيد مقتدى. اذا ما بيكم فزعه فزعوا للعراق، فزعوا للعراق، انا عراقي، انا عراقي، وانهنت وانضربت ما حد فزع لي. الايراني من دب التوقيف المهرب، من قال لك؟ انا اسجتني اوامر من القائد مالتي وراح انفذ الامر مالته وراح اروح للتوقيف، لان انتم تضغطون علي كل ساعه واحد يخابره، لان احنا ماكو استقلاليه، ماكو حتى المؤسسه الامنيه ما عندنا استقلاليه. وجزاكم الله خير، وهذا الفيديو اريده يوصل الى رئيس الجمهوريه، الى رئيس الوزراء، الى الوكيل الاقدم، ما تردون عم تطون استقالتي، وخلنا نطلع، خلنا ناخذ عيالي واطلع، خلنا نعوف العراق لكم، ما اريده عراق مقشرين بي، اخذوه تبكتو من بدايه النهايه تاخذوه، ما اريده النواب واعضاء مجلس محافظه. فأنا سرايح للسجن، السجن ما يأكل زلم ولا يخوفني، أنا هذا عمر ما رايده ورتبه ما رايدها، خذوها لكم، يعني هم أنتم عراق أخذتوه ما ظلت على الرتبة، وإن شاء الله إن شاء الله أطلع، يعني إيش قد تسجنوني سنة سنتين ثلاثة هم أطلع، ما تردون عمي، قولوا عمي ما أريدك، هذا كتاب الطرد مالك وروح الله وياك،
خل اشوف لي ديره اروح اعيش فيها وعيش هاي الاطفال، هاي الاطفال اللي ما عندهم بس الراتب عايشين من عنده، وبيت التجاوز والبيت التجاوز اللي قاعدين بيه، اذا تردون فلشوا عليهم وشيلوهم. انا مظلوم بالشارع يبيعون كلينس ويبيعون مي بالتقاطعات. ما عندي غير هذا الكلام اقوله، هذا كلامي موجه لكل شريف عراقي، لكل واحد يحب البلد، لكل انسان يحس بنفسه صدق عراقي، عراقي ما عنده تبعيه. خلي يسمع هذا الفيديو، وخاصة بيني مالك لا تسكتون، اللي أجج الموضوع عليه هذا أبو حسن الساعلي، وهذا نداء لكم بيني مالك عامة بالعراق. يقول والله شلون يقول أنا مخابرة؟ لا خابرتني واتصلت بيه وقلت لي خروح باكر الصبح للقنصل وقلت لك ما أروح، وانت اللي قلبت الدنيا عليها هسه مرة ثانية. بعد أما بالنسبة للصباح الساعدي النائب صباح الساعدي، نعم أنا حاليا متوجه للتوقيف إلى السجن برجلي يا رايح، من العلم ما حد لا مفرزة ولا شيء، مجرد نادوا عليه بالجهاز أنا رايح. خلي أحزابكم تفيدكم، خلي أحزابكم تتحكم بيكم، بس أنا ما أتحكم بي الأحزاب ولا أعترف بيها ولا أريدها. أنا عراقي وأحب بس بلدي. في أمان الله. كلام واضح وكله يصف في موضوعنا لليوم، هو فساد المنافذ الحدودية، وكيف أنه هذا الضابط تم استدعاءه مرة ثانية لإلقاء القبض عليه، لأنه البارحة تكلم في إحدى القنوات التلفزيونية وفضح النائب أبو حسن الساعدي، ولأنه طلب من عنده قبل اعتقال الأول أنه يقدم اعتذار إلى القنصل الإيراني، فرفض هذا الضابط وتم اعتقاله. كنا نعرف هذه الحادثة. هذا يدلل على أنه إحنا ما عندنا قضاء في العراق، ولا عندنا أجهزة أمنية تشتغل بصورة صحيحة. والرجل الضابط في الحادثة الأولى ألقى القبض على المعمم الإيراني، لأن هناك مذكرة إلقاء قبض صادرها قاضي، فهو نفذ الأمر. اليوم ابتلى على عمره، لو ماخذ حصة من الفساد اللي موجود بالمنافذ الحدودية ما كان صار اللي صار وياه. معنا اتصال أبو علي من لندن، فضل أبو علي. السلام عليكم أخي عمر. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أخي عمر، يا أخي عمر 16 سنة إيران مستحلة العراق أخي عمر، يعني مو يقول حادثة واحدة ما ضابط علي شياع. يا أخي قبل علي شياع أخي عمر قبل 16 سنة التفجيرات مين سواها بالعراق؟ من اللي اختار العلماء؟ من اللي فجر الدوائر؟ من اللي سلق النفط لحد الآن؟ إيران عايشة على خيارات العراق حصار 16 سنة يا عمر، 16 سنة إيران مستولة على العراق بمساعدة العملاء الخونة. هم يقولون إحنا عملاء، هم يقولون عمر، هم يقولون إحنا حرامية وعملاء، ويدافعون عن إيران دفاع مستميت، والشواهد واضحة. كم واحد بواحد عامري وغيره وغيره من احتفالات دولة يبشر المصيبة يا عمر. يعني هذا الشعب يضيع تاريخ العراق، هذا الشعب الولاء مالكم الإيران هسه متى أوضح عمر؟ متى إيران حبت العراق أخ عمر؟ متى هذا التاريخ من زمان عمر بن الخطاب لحد الآن؟ متى إيران حبت العراق؟ إيران جسوا بالعراق أخ عمر؟ كم جريمة صير بعد؟ شيبوكم بعد؟ مصر يجي منو بعده؟ منو علم الودام والإيران فككوا منو سمى من السمك؟ منو حاق المزارع مال الشعير؟ الأدوية الفاسدة المخدرات منو دخلها العراق عمر؟ أمريكا لو الأردن لو قطر مو السعادة العزمة اللي يقول من الأرجنتين؟ يا أخي والله مسيدة يا محمد، قائد قوات البصرة زيح رشيد فليح يقول زن عصابات تجار إيرانيين دخلوا. يا أخ عمر، يا أخ وحدة اثنين أخ عمر، في هذا الشعب إلى متى الولاء لإيران ويحجون الإيران؟ لعنة الله على إيران وكل من والي إيران. أخ عمر اللي يخون الوطن هذا يموت كافر أخ عمر. يعني ما معقول العراق هذا العراق، العراق أقلس من مراقد آل البيت أخ عمر. كل الشعوب تتغنى بلدها وبعلمها وشيش واحد، احنا سوينا الحشد، وين المرجعية؟ عمر وين المرجعية؟ من الشوف المهم اللي يصير؟
ما ادري اشوف العوائل العراقيه شلون تفكك الاسري والمخدرات، لا تعليم لا صحه، جوع بطاله. شو يبغون بعد عمر؟ شو يبغون؟ وحتى الشرف ماكو، الشيوخ العشائر وينهم الدليج؟ ما يصير مسؤول بالعراق اذا مو قاتل لو مجرم، يلبس قاطع ويجيبوه، لا علم لا شهاده، كلها تزوير. وين رايح البلد؟ وين رايح علي؟ احنا عندنا يعني هذا تصريح من مجلس الوزراء يقول احنا العراق يخسر بالسنه 6 مليار دولار، 6 مليار دولار بسبب الفساد بالمنافذ الحدوديه، يعني هذا عدد تهريب وعدد دخول المخدرات والى اخره، يعني ميزانيه الدوله تروح في المنافذ الحدوديه 6 مليار. يا عمر التقارير هم يقولون البرلمانيين ميزانيات العراق من 2003 لحد الان، يا اخي ايش بين على الوطن؟ ايش بين؟ ايش بين على الوطن؟ ايش يبغون بعد؟ ايش يبغون عمر؟ يعني الظاهر اكو فتوى من المرجعيه اللي يبوق يدفع خمس المبلغ للمرجعيه تصير حلال، الظاهر بها فتوى هاي الشغله، اتوقع بها فتوى. نعم انا اشكرك ابو علي. ابو علي من لندن معنا اتصال، ابو زكريا من كركوك. تفضل ابو زكريا. الله يحفظ جميع محمد، الله يحفظ العراق، يحفظ شعب العراق، مساكين العراق، اطفال العراق، نسوان العراق، الله يحفظ العراق ان شاء الله باذن الله ورسوله وواسط قناتكم ان شاء الله يدعون كل المهاجرين على بيوتهم من هاي الحكومه الخايسه الجايسه. والله العظيم بالقران احنا حكومه لا جبت حكومه عراقيه ابن محمد، والله العظيم انا عمري 82 سنه. نعم الله يحفظك. والله العظيم ابني عمر احنا ما عندنا حكومه، يعني شوف دول الجوار وال يعني الحدود، شوف المخدرات، طفل عمره 18 سنه 17 سنه يشرب حشيشه، يشرب نرجيله بمخدرات. يا حكومه احنا نحكي عليها حكومه حراميه، حكومه درسيه، مرجعيه درسيه. نعم يعني كلها مشتركه، كلها مشتركه، مرجعيه مشتركه، حكومه مشتركه. هذول عصابات ابني عمر، بالله العظيم عصابات بذبح العراقيين، بقتل العراقيين. شوف نسواننا وين يجدون بترك فلايتات، شوف اطفالنا يجدون بترك فلايتات. والله العظيم اليوم الثاني يوم عنده يقول شغلني كناس، قلت له والله ما اعرف حق، قال عليك الله بالنسبه بركة، شغلني كناس، شغلني عامل. يعني حكومه احنا ناسي عليهم، حكومه طائفيه ايرانيه لفعونا من الوريد للوريد ابني عمر. والله العظيم لا صدق احنا عندنا حكومه ادبسيه حراميه. يعني شلون يخططون؟ وين زراعتنا؟ وين الحنطه اللي قد حرقوها بالعراق ابن عمر؟ شوف يعني حنطه هذا فقراء، وين دق راسهم؟ خطيئين مطلوبين، جايبين بالدين، جايبين كيمياء بالدين. نعم والله ابن عمر. يعني اشكرك ابو زكريا من كركوك كان معنا. طبعا في سياق الفساد في المنافذ الحدودية، في شهر أبريل نيسان الماضي صدر تقرير مشترك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في حكومة عادل عبد المهدي، يؤكد تكبد البلاد خسائر باهظة نتيجة الفساد في المنافذ الحدودية، ويشتمل على تمرير بضائع غير قانونية أو تغيير نوعها لإعفائها من الرسوم أو تخفيضها والتلاعب بالكميات التي تدخل البلاد. رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي صرح قبل نحو شهرين قائلا بأن العراق يخسر المليارات شهريا بسبب فساد المنافذ وبالأخص ميناء أم قصر، وبين بأنه منذ أن تسلمت، كما يقول، تسلمت هيئة المنافذ مهامها في منتصف العام المنصرم، تضاعفت إيرادات المنافذ قياسا بالأعوام التي سبقت تشكيل الهيئة. وبحسب النائب رامي السكيني النائب في البرلمان عن تحالف سائرون، فإن تقرير اللجنة المالية البرلمانية كشف بأن الكثير من المنافذ الحدودية أصبحت خارج سلطة الحكومة الاتحادية. وأكد رامي السكيني النائب عن سائرون بأن ميليشيات
مسلحة لها نفوذ سياسي في بغداد تهيمن على الكثير من المنافذ، كما أن منافذ كردستان العراق كما قال غير ملتزمة بالتعرفة الجمركية وغير خاضعة للحكومة الاتحادية، وأضاف بأنها تمارس أن هذه المنافذ تمارس نشاطا تجاريا دائما لا ينقطع نهائيا، وتحديدا ما يرتبط بالاستيراد، حيث يستقبل العراق سلعا مختلفة وأطعمة وأشربة ومعدات وخضروات وكل ما تحتاجه السوق، لا سيما وأن المعامل العراقية قد توقفت منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، وبعض هذه المعامل تعرض لقصف جوي من الطيران الأمريكي خلال فترة غزو البلاد، ولم تقوم الحكومة أو الحكومات المتعاقبة في العراق بإعادة بناء هذه المعامل والمصانع أو استحداث معامل جديدة في العراق. معنا اتصال أبو عمر من الموصل، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عمر، اليوم مثل ما قال نائب محمود بن طلال، لحوم مسرطنة دخلت من إيران للعراق، والمنتسب الموظف اللي حاول يوقفها تعاقب وفصلوه عشائريا، شنو تعليقك؟ والله أستاذ، يعني هذول اللي يجون من إيران، اللي يجون بحجة الزيارة، هم اللي يجيبون المخدرات وهاي السوالف، يعني المشروب والحبوب الكبسلة، ويعني شغلة يعني هسه حاليا بالموصل أستاذ، يعني أطفال، أختم بالله وأنا من أهل الموصل، أطفال أستاذ، يعني كبسلة والمخدرات بالنرجيلة، يعني هي السبب هذا الرئيسي مال هاي الوضعية هي إيران أستاذ. وهي الموصل من أي حكومة أستاذ؟ هي إيران عاد تحكمها، ترى ماكو يعني إيران عاد تحكم هاي الوضعية حاليا بالموصل. يعني أستاذ المشروب هسه حاليا المشروب عم يبيعوه بشقق الخضراء بالبيوت، والله المخدرات بالبيوت، يعني المنطقة هاي بالموصل عاد أحكي لك عليها، بالبيوت والله يبيعون المخدرات والمشروب. يعني الجيش مالنا هسه، الجيش الحالي هسه بالموصل، والله العظيم إذا ما يكبسل ويشرب ما يقدر يطلع الشارع أستاذ. يعني أطفال عاد تتشتل، أطفال يابا ليش؟ والله الاخ هنا مكبسل وما يدري بنفسه، يحسب داعش جاي، والطفل يعني الله المستعان يا اخي، اقسم بالله استاذ وضعيه، يعني الله المستعان، ايران سبب يعني الرئيسي لهي الوضعيه. يعني المخدرات تعشوب استاذ، والله بالمحلات، يعني تفوت على بالصيدليه تفوت تشتري منه، تحكي له يعني هيك بالغبويه كلامي ثلاثه، يعطيك حبوب كبسله، والله العظيم استاذ، يعني انا من الموصل قاعد احكي لك. فمنطقة الخضراء أستاذ هسه حاليا بالموصل، والله العظيم المشروب والمخدرات وهاي حبوب الكبسلة موجودة بالبيوت، تنباع بالبيوت أستاذ علني. يعني أطفال والله طلاب مدارس أقسم بالله يكبسلون، أقسم بالله يعلموهم على هذا الأمر وهذا الشيء. يعني شلون هاي سببها منو؟ سببها الحكومة مالنا التعبانة، لا أكو تعمير ولا أكو يعني دراسة ولا أكو يابا تعال ليش كذي ليش هذا، ماكو هذا الشيء أستاذ. يعني حتى اللي يشرب إذا يضبوه بالشارع سواله مشكلة ما يسجنه، والله شنو هذا ما يأخذ عليه الجوال، والله سكران ما يدري بنفسه. نعم يعني استاذ والله العظيم تعبنا، أقسم برب الكعبة تعبنا، لا حول على إيران وعلى الحكومة مالنا التعبانة، اللي كله الجيش مالنا مكبسل يعني أقسم بالله كبسلتشية وحرامية وأهل مخدرات درجة أولى. يعني استاذ وضعية، يعني وضعية الموصل والله العظيم بالسيطرات، أقسم بالله مكبسل واقف بالسيطرة، يسألك أسئلة يعني ما أدري شلون أسئلة يسألك، هاي أختك الصاعدة وياك يقول لك أنت يا أخي أنت تأخذ الهوية مالتي لو مال أختي، يقول لك هاي أختك لو هاي حرمتك. والله العظيم أستاذ يعني هاي الوضعية أنا يعني مريت بيها، وكبسل شي أقسم بالله. نعم سيطرة، جينا من يمه يقول لي هاي أختك يا أخي هاي هويتي، يقول له، يقول لي أنا عاد أسألك هاي أختك، قلت له ايه هاي امك، اقول له ايه، والله جندي داخل يشيل لي يسوي لي هيك يعني بالي حبوب، يشيل لي بيده يعني بالي حبوب. فاستاذ يعني هاي الحكومه مالنا، هاي الحكومه مالنا التعبانه، هو من عافنا صدام حسين نحن دحنا، والله العظيم الله يرحمه، من عافنا صدام حسين دحنا. انا اشكرك ابو عمر من الموصل، كان معنا اتصال ابو علي من كربلاء. ابو علي، احنا عرضنا المقطع مال ضابط على الشياع اليوم تحدث وصور نفسه وبث على مواقع التواصل الاجتماعي، قال لك الجماعة هم أصدروا بحقي مذكرة إلقاء قبض، لأن زعلوا من تصريحات البارحة اللي أدلى بيها على إحدى القنوات التلفزيونية، وتحدث الرجل شلون تم إهانته وضربه، وأنه قبل الاعتقال بيوم طلب منه أحد النواب بتقديم اعتذار إلى القنصل الإيراني حتى يسد القضية، رفض الرجل في وقتها أنه يقدم الاعتذار، تم اعتقاله ثاني يوم. البارحة لي أنحكي هم الجماعة
أصدروا بحقه مذكرة اعتقال وراح برجل للسجن. شنو تعليقك؟ أولا تحياتي إلى كل الكادر وكل المتصلين أبو علي أبو زكريا عمار حياك الله. أنا عندي كلام أقول له يا علي شاع، والله أنت تجدد الأمل بالعراق والعراقيين، العراق ولات، خليهم ينامون وينسون الفقراء وخلي يبوقون وخلي شي يسوون، بس يجي يوم يصحون، يصحى العراقي ويعرف شلون يحاسب. العراق ولات، العراق صاحب تاريخ، صاحب تراث، صاحب حضارة. يا علي شاع ثق واعتقد، ما حد ينساك. هذول البوابة الحرامية، اللصوص، القتلة، شي يسوون خلي يسوون، تصير نبرات وتاريخ للعراقيين. بس الحمد لله أنا جاي أشوف من الحكومة نفسها قبل ما كانت تعترف، كانت تسكت، هسه قامت تحكي. أستاذ عمر على الحدود على المنافذ، يعني أنا تقريبا دائما أروح وأرد وكذا، كان بالمطار وكان الحدود. أولا حتى هذا اللي يفتش ما عنده ثقافة، لا عنده سلوك، لا عنده، يعني كلهم دولة كلهم ينتمون إلى أحزاب، كلهم كل من ينتمي إلى حزب، الحمل ينكتب شيء ويأخذون على الحمل. مثلا 50 طن يقول له 5 طنون وخمسة سيارات يعبروا يطول شيء بسيط والباقي يمشون بال. وأكو سيارات مع 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 المسؤولين يقول له هذا الحمل لا تفكر صار، يعني حتى الضابط يخاف، الضابط يخاف. هاي شنو يعني شنو؟ حتى لا تقولون انتم باكر احنا نريد نسوي شيء. اذا شبابنا يكون معتاد يعني مدمن، اذا يكون مدمن شبابنا، اذا بلد ما فيه شباب فاهمين وعاقلين ويدركون ايش بتحصل من هذا البلد. احنا احد الاخوه يقول بكر عمر يقول الشيوخ، انا اقول لاهل الجنوب الشيوخ اللي اجت الايران القم ومشهد دخلوا لهم محترمات، دخلوا لهم نساء باسم المتعه وصوروهم، وهاي الشيوخ هي اللي التقت بروحاني. انتم من الشيوخ، واما المرجعيه ايرانيه امريكيه، لا حد يصدق في يوم من الايام يقوم او يحكي. وعلى من يحب العراق مستحيل، هاي حكومتنا تدور بفلك ايران. مثال واحد مصدق راح اذكركم به، تذكرون نوري المالكي لما كان يحكي على سوريا، وسوريا فجرت وزارة الخارجية وفعلت وفعلت واشتكى عند الجامعة العربية وبالأمم المتحدة. رأسا إيران قالت أمن دمشق من أمن طهران، رأسا هو قال أمن دمشق من أمن بغداد. وأنا أقول لهذا العلي شيع، ترى ترى نوري المالكي مو مالكي، مو مالكي عربي، ها يعني اصلا ايراني. انا خاف احكي باسم وناس تزعل علي، وانا اصلا من زمان سوري اكثر من 35 سنه، ترى مو عربي. انت العربي، انت يا بني مالك يا الاصلاء يا العرب الاقحاح، ترى لا تعتبرون هذا المالكي منكم وهو يقول انا مالكي. ما كنت احكي مو عربي اصلا، ترى مو عراقي. وانا قلت عليك استاذ واشكرك. نعم انا اشكرك ابو علي من كربلاء. كان معنا اتصال ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تحية لحضرتك وإلى قناتك الشريفة ولكل العراق الشريف أستاذ علي من كربلاء. أقول له الشيوخ ترى كلهم إذا يحتون أي حكاية رئيس الحكومة تنفيهم أسلحة تنفيهم وفلوس وسكتهم، يعني هذا صار أكثر، يعني أكثرية الشيوخ هذا يعني عم الفساد وعم الاضطراب الأمني في العراق. ليش؟ لأنه إذا الشيخ ما يلتزم وأبناء ما يلتزمون، يعني أكيد راح يصير وضع أمني متدور. أستاذ السلطة غائبة، السلطة العراقية أو الحكومة العراقية غائبة، والميليشيات والأحزاب مهيمنة على كل المنافذ الحدودية بالنسبة للعراق، خاصة عند مرصد طرازيل. مرصد طرازيل سيطر عليه حزب الله وميليشياته، وبالإضافة إلى هذا أنه غياب السلطة ويعني سيطرة الميليشيات عليه، والجيش موجود شكلي وموظفين الجمارك كلهم بصفة شكلية ما يقدرون يتدخلون بأي وضع كان. ليش؟ لأن سيطرة الميليشيات وأسلحتها موجودة في كل منافذ العراق. هو أكثر
30 أصبح كل منفذ هو نقطة استثمار وتشريب للميليشيات والحصول على الأتاوات، وأصبح رزق يعني رزق إضافي للميليشيات المتنفذين. طبعا هذا إذا بقى الحال يعني سينقذ العراق أكبر مورد مالي للعراقيين. لهذا يشوف العطالة موجودة وعدم وجود التعيينات. ليش؟ لأن الموارد العراقية كلها موزعة بيد الميليشيات والأحزاب المتنفذة. الحكومة العراقية ما إلها أي سلطة حتى في زمن العبادي وحتى في زمن عادل عبد المهدي، ما يستطيع أن يحرك شعرة واحدة من على المنافذ. ليش؟ لأنهم مسيطرين سيطرة تامة بأحزاب وأسلحة طبعا هنا حزب الله هو يدير المنفذ مال طريدين، والأحزاب الأخرى يدير المنفذ اللي موجود مال سلامته على إيران. زين يعني هم يدخلون كل الأشياء الضارة والغير يعني الضارة والغير الضارة هم بموافقة الميليشيات ويخلون عليها أتاوات بالإضافة إلى الضرائب اللي يقوم عليها الدولة. لهذا يشوف أنه كثير من الشغلات اللي دخلت إلى العراق، خاصة المخدرات، خاصة الأسلحة، خاصة المواد اللي أكسباير، كلها ضرت الشعب العراقي. فلهذا يشوف العراق بلد أصبح غير آمن لا للتجارة ولا للاستثمار، بحيث إنه أصحاب الأموال خافوا على أموالهم. قسم من عندهم ما نعرف واية إنه أخذوا أموالهم وراحت، وقسم الثاني من الرؤوس الأموال طلعوا خارج البلد حتى يستثمرون لصالحهم. نعم، أنا أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول الفساد في المنافذ الحدودية. نأخذ هذا الفاصل ونعود لكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا المنافذ الحدودية بحسب القانون هي تخصص الحكومة المركزية في بغداد النصف من واردات الجباية والجمارك والضرائب، وللحكومات المحلية التي تتضمن المنافذ النصف الآخر. بحسب مسؤولين وبرلمانيين فإن الحكومتين لا يصل إليهما إلا القليل من الأموال، فيما تسيطر الأحزاب والميليشيات المسلحة وحتى العشائر على غالبية المبالغ، ناهيك عن فرض ضرائب لا علاقة لها بالقانون العراقي على التجار كشرط أساسي لدخول بضائعهم إلى السوق، مثل ما نشوف في المنافذ الداخلية السيطرات اللي استحدثت بعد الاحتلال، الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار السلع وتأزم الأوضاع الاقتصادية. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول أبو حاتم من الموصل، يقول المسؤول الأول والأخير هو رئيس الوزراء، واليوم ما يسمى بالحكومة عاجزة عن سحب أي منتسب عائد للأحزاب والميليشيات المعروفة لدى العراقيين. ميليشيات هادي العامري وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وغيرهم هم المتنفذين بهذا البلد تحت إشراف الاحتلال، وعلى الشعب عليه أن يتحرك على الاحتلال الأمريكي والإيراني، ما يسمى حكومة الاحتلال، وكنسهم إلى المزابل. رسالة من ناصر من اليمن، يقول أخوكم ناصر من اليمن، يقول تعليقنا على البطل علي الشياع، بصراحة إنه رجل شجاع وقليل الرجال مثله، لكن من يقف معاه ضد هؤلاء الإيرانيين؟ ضروري على العراقيين الشرفاء أن يساعدوه، واللي مسمي نفسها حكومة عراقية يا أخواني
هؤلاء تجار لمخدرات وتجار بأعضاء الأطفال البشرية. رسالة أخرى من مبروك من الإمارات يقول فيها ما يحدث في العراق من الحكومات التابعة لجارة السوء إيران هي حالات قتل وخطف اعتقال إهانات مثل ما حدث مع البطل علي الشياع وتلقيه تهديدات بالقتل بعد قبضه على المعمم قبل فترة يدل على عصابات الإجرام تريد الشر للخير في البلد. أين القانون عن محاسبة كل متورط بهذه الأفعال؟ معنا اتصال أم أزهار من بغداد. فضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعاملية. أهلا وسهلا. بالنسبة لموضوعكم الحدود، يجب على بعض المتصلين يقولون حكومة لها. نعم. ما عندنا حكومة، عندنا اجت لنا امريكا وجابت عصاباتها من ايران وامريكا وحفلات الدول العربيه البعض وبعض ومن امريكا ومن اسرائيل، كل هذول اجوا لتدمير العراق. فالحدود مفتوحه، لو اكو حكومه وحاكم قوي ما كان اكو حدود مفتوحه يخش منها المخدرات او يخش منها اي شيء يضر هذا البلد، بس هم اجوا يضرون هذا البلد ما ينفعونه. ولا والعصابات الموجوده من الخزعلي الى هادي العامري الى كل الحكام اللي اجوا من 2003 الى هسه، المالكي والجعفري وكلهم هم هذول الناس أمريكا وإسرائيل وإيران هم بحثوهم إلى هذا البلد لتدميره. وكل يوم يطلعون بالقنوات يطلعون يحكون هيك راح نسوي وهيك عمرنا وهم من 16 سنة شارع ما بلطوا. أنا أتعجب على أنه لو هي يقولون حكومة، عيب يقولون حكومة، عيب يطلعون برا بالتلفزيون ويحكون ويراون نفسهم الحرامية هذولا، باقوا البلد، دمروا البلد، قتلوا الشباب، قتلوا الأطفال، يتموا الناس، دمروا كل البلدان السنية والشيعية، البصرة يابسة، موصل بعدهم قاعدين بالخيام، المنافذ مفتوحة حتى الرايح والجاي، هم يردون فوضى في هذا البلد، أوامر إيرانية أمريكية إسرائيلية الأم أن يهوشون أن يكونون فوضى في هذا البلد، ما يردون حاكم ولا حكيم ولا عندنا قضاة ولا عندنا أي شيء، كله كذب في كذب اللي يطلع واللي يقول حاكمنا وقصصنا وإلى آخره. يعني أنا أشوف إلى متى يبقى الشعب نايم، إلى متى متخدر، كلهم بده يشربون حبوب، ترى الحبوب منتشرة مثل ما قبل قالوا مو بس بالموصل، بغداد، بصرة، المحافظات موجودة عند الأطفال، عند الشباب، عند المحلات الجازينات ببغداد، تعال شوف كل واحدة قاعدة تشرب نارجيلة صدنا مثل لبنان وهي كلها مخدرات. هذا البلد بفضل ما بي حكومه. نعم. وهاي اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا. اتصال ام مريم من بغداد. تفضلي ام مريم. ام مريم انقطع الاتصال مع ام مريم من بغداد. طبعا مسؤولون وبرلمانيون اكدوا بان جميع الاحزاب والميليشيات تتدخل في شؤون المنافذ الحدوديه، لكن كل حزب وفصيل مسلح له دور ومهام يختلفان عن البقية. أحزاب تتورط في تهريب وبيع النفط في الخارج، وأخرى ترتبط بتهريب المخدرات من إيران، ونشاطات تتعلق بالحصول على أتاوات من تجار الخضار واحتكار المنتجات الغذائية وطرق توزيعها في المحافظات الجنوبية بحسب مراقبين. لم تنجح كل محاولات الحكومات المتعاقبة في العراق في التصدي لملف الفساد المالي والرشا والإتاوات بالمنافذ والأتاوات بالمنافذ الحدودية المشتركة مع دول الجوار، رغم أن غالبية الأحزاب في العراق تتفق على استشراء ظاهرة الفساد وخاصة فساد المنافذ الحدودية، إلا أنها تؤكد براءتها من ضلوع أعضائها أو شخصيات مقربة منها أو أجنحتها المسلحة بالتورط في هذا الملف. طبعا بحسب مسؤولين لا يختلف الأمر كثيرا عن المنافذ الحدودية الشمالية في إقليم كردستان العراق، إذ يتقاسم السيطرة
عليها الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. المشكلة في منع الفساد بالمنافذ لا تعني السيطرة على الرسمي منها، إنما في كيفية احتواء المنافذ غير الرسمية. بحسب عضو تيار الحكمة محمد اللكاش في تصريح سابق قال بأن العراقيين يعرفون عشرات المنافذ العاملة حاليا دون تخويل رسمي من الحكومة، وهو ما يطلق عليه في العراق القشق. أضاف محمد اللكاش بأن إقليم كردستان العراق لوحده يمتلك حاليا 13 منفذ حدودي يصدر ويستورد من خلاله البضائع، إلا أن المنافذ الرسمية التي تعمل بعلم الحكومة في بغداد هي 3 فقط، وهذا الأمر ينطبق على المنافذ البرية والبحرية والجوية. لذلك فإن ملف الفساد على الحدود ليس سهلا، إنما هو صعب بسبب الأحزاب والميليشيات التي تعيش عليه. هذا بحسب تصريح للنائب محمد اللكاش. النائب في البرلمان رعد الدهلكي قال بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يتمكن من مجابهة الفاسدين، وأوضح بأن غالبية الأحزاب في البلاد تعتمد على مؤسسات استثمارية فاسدة ومشاريع وهمية من خلالها تبني اقتصادها، والوقوف بوجه هذه الكيانات يحتاج إلى قوة. معنا اتصال أم محمد من السليمانية، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. وقناة الرافدين وكادرها. أهلا وسهلا أستاذ عمر. الفساد الحدودي كله رشاوي ينطونه، ده تدخل كل المخدرات، المعلبات الفاسدة، اللحوم، أي شيء عندهم هو ده يدخلوه، ده يطور رشاوي وإلهم يعني عندهم أمر يفوت. اللي يجي من إيران أستاذ عمر، هاي بالعدنا جماعة بالهذا، كل شيء جاي من إيران بالقمارق مسموح له، ما حد يعني ما حد يطببه قمارق، يطلع قبل يفوت البغداد يخش. نعم. ماكو، كل قمارق ما تفتش اللي يجي من إيران. زين أم محمد، أول ما استلم عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة تحدث عن ملفات فساد موجودة في كل مفاصل الدولة ومنها المنافذ الحدودية. زين احنا صار لنا تقريبا سنة، يعني شو حتى الضابط او المنتسب اللي يلزم بضاعة فاسدة هم صار يبتلي على عمره، يذبوه جوا بالسجن، يسجنوه. وتعال افصل عشائريا. نعم نعم. اي ماكو اليوم ما يقدر لا الضابط ولا الجندي، اي شيء اللي يجي ما يقدر يقول اكو هذا شيء يعني جاي من إيران، لا حد يقول إيران أبد. كل شيء أسكتوا، لازم تستلمون وتدخلون ويطلع يروح يفوت يخش البغداد. إحنا نسيبنا بالقمارق، يقول أي شيء يجي من إيران يطلع قبل، ما حد يفتش، ممنوع يتفتش. لا ضابط، لا يقول الحمايات الواقفة، يقول أبد ما حد إلى تجي. هاي مين من إيران؟ طلعوها طلعوها، خلي تمشي تطلع تروح البغداد. أستاذ عمر، هي الحكومة مالتنا قابلة، عادل عبد المهدي كل شيء ما يسوي، ولا حكومته ولا وزارته ولا نوابه. هي صار لنا 15-16 سنة احنا على هاي الرنة، كل يوم راح يصير حكومة جديدة، عين جايين ماخذين سرة، كل واحد راح يصير هو يعني كل واحد راح يصير يجي على السرة ياخذ سنتين ثلاثة بالمنصب يصير بالدولة ويطلع من عدها. نعم. أنا أشكرك أم محمد من السليمانية. معنا اتصال أبو إبراهيم من بغداد، تفضل أبو إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أخ عمر؟ تحية خاصة لزملائك من الاستوديو. أهلا وسهلا بك أخي عمر. أكون قلت إنسان خصوص هذا الموضوع. نعم. الصراحة أنا ألمني هذا الموضوع جدا جدا، تحية خاصة للضابط علي اللي هو عراقي بمعنى الكلمة. نعم. الزين منافذ الحدودية، بالنسبة للمنافذ الحدودية مال بلدنا احنا، هذا مخطط تكميلي للعدوان الإيراني على العراق. أول ما صار السقوط، أما جوي هدوا من التحتية، دمروا البلد،
حرقوا غاباتنا، حرقوا بساتيننا. فاحنا جابوا لنا اشخاص على اساس اتخذناهم وطنيين، طلع ولاهم الكامل لايران. نعم. اي استلم منصب اذا ما يحرف بالقران عن ولاء لايران. نعم. بالنسبه للمناطق الحدوديه شنو احنا عندنا بس جهه ايران؟ عندنا انواع من المناطق الحدوديه، عندنا من على تركيا، من على سوريا، من على الاردن. بس العملاء والخوانا اللي موجودين طبقوا كل اتجاههم بالجانب الايراني. يحققون الحلم الايراني دمار هذا البلد. نعم. وما ننسى احنا كان الله يرحمه ذاكر اول من عرس طلع حتى يزعلون من قال حتى الاول والاخير هو ايران. نعم. فما يقدر ايضا طب منهم ما يدش له انه يلقي القبر عليهم. يحاكموا اخي هاي هنا ما يكتلوه. هذول ناس فاسده، ناس سلموا البلد على طبق من ذهب الايران. نعم. أنا أشكرك أبو إبراهيم من بغداد. طبعا بالختام أنه رغم اعتراف هيئة المنافذ الحدودية في العراق بوجود فساد في دوائر حكومية تابعة لها وبأن ميناء مقصر في مدينة البصرة الجنوبية هو الأكثر فسادا بين المنافذ العاملة في البلاد بسبب التدخلات الحزبية بحسب بيان رسمي لهيئة المنافذ صدر في وقت سابق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها عن فساد المنافذ الحدودية ودخول البضائع الفاسدة والمسرطنة كما يعني أخذنا مقتطف للنائب ملا طلال، تحدث فيها عن دخول لحوم مسرطنة قادمة من إيران إلى العراق وكذلك إعادة اعتقال الضابط علي إشياء. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.